ترى والله متدخلت وأنا أضحك ومستانسة لأنها إنسانة عزيزة على قلبي، تتميز أعمالها بتأثرها العميق بالتراث الإماراتي والبيئة البحرية، حيث قدمت إبداعات تعكس الهوية الثقافية الإماراتية وأسست مشاريع تهدف إلى دعم المواهب الإماراتية في مجال التصميم والحرف. تفاصيل أكثر حول هالموضوع مع ضيفتنا في الاستديو عز القبيسي، فنانة تشكيلية ومصممة وتدخل القلب بسرعة. حبيبتي بديت روحك. يا مرحبا وحياك الله. الله يحييكم يا رب، سعيد أني أكون معاك اليوم. عزة وما شاء الله ابتسامتك، يعني ابتسامتك الشيء الملفت للانتباه. حبيبتي ما شاء الله من دخلتي عندنا الميك اب روم مسوية أجواء. حبيبتي بديت روحك، يعني سبحان الله اهتمامك أكيد بالحرف وبالأشياء الجميلة اللي فيها موهبة وفيها فن. ليش دخلت لو دخلت الطابع الإماراتي في هاي الحرف مبدئيا؟ يعني هو أنا ما دخلته، هو دخل غصبا عني. أنا يعني مؤمنة أن كل مبدع وكل فنان لازم يعكس اللي داخله، فبالتالي أنا أحس اللي أنا عكسته في أعمالي هو شيء بسيط من الأساس اللي موجود فينا والموروث اللي نحن خدناه، كان من أهلنا أو من أجدادنا. ويمكن أنا موضوع أنتي ذكرتي الحرف إن كانت في المجال الفني كصناعة أو إن كانت كحرفة يشتغلونها أمهاتنا، لقيت إنها جدا ضروري إنها تتقدم بطابع جديد زيها زي أي شيء ثاني في كل المجالات. فالحمد لله يعني اشتغلت في مبادرات مختلفة، قدرت أدخل الحرفة الإماراتية وشغل حريمنا ويداتنا في أعمال فنية. شو الأشياء اللي دخلتيها؟ السدو، التلي، السعف، يعني أي شغلة تنشغل في البلاد دخلتها، يعني حتى القرقور وغيره، يعني ما خليت شيء. ما شاء الله عليك، دائما أعمالك تعكس البيئة الإماراتية، ودائما فخورة أنت أستاذة عزة أنك أنت تبرزين دولة الإمارات وثقافتها وبيئتها وحضارتها وعاداتها وتقاليدها وأصالتها، ونشوف نماذج أكيد من الفن التشكيلي والفن الراقي اللي تقدمينه، لكن بلمسة عصرية مثل ما قلتي عشان توصل لكل الناس. لكن إذا حابة أتكلم أكثر عن مجموعة جدا مميزة، دموع الملائكة. الاسم مميز. الاسم مميز فعلا، فخبرينا أكثر عن هالمجموعة. يعني نحن دائما نتكلم عن النوخذة ونتكلم عن تجارة اللولو في الماضي، وهي جزء أساسي من حياتنا، لكن أنا كنت أريد في هاي المجموعة أتكلم عن الغواص بشكل خاص. يعني حسيت أنها ما نحط عليها الضوء بما يكفي، لأن يعني حياته كانت صعبة. يعني إنسان كان يعيش مديون من سنة لسنة عشان يسكر دينه. فدايما نحن يوم يتكلمون عنا يتكلمون نحن عايشين على صحن من ذهب، فأقولهم بس أساسنا ما كان سهل. أساسنا تأسس على حياة صعبة جدا، فحسيت أن الجيل اليوم لازم يعرف هالصعوبة. إذا نحن اليوم ما عكسناها في قطعنا الفنية وأعمالنا ولوحاتنا، كيف بنخبر عيالنا؟ فحبيت أني أأرخ حياتهم من خلال هاي المجموعة بقطع، وكل قطعة تعكس معاناة. أنا مش إنسانة سلبية، لكن هاي المعاناة هي اللي صقلتنا اليوم، هي اللي أسست الـ 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 الإمارات اليوم. شو اللي خلاك يعني تخصصين هالمجموعة للبحر؟ هل هو عشق للبحر؟ هل هو ذكريات مع الأجداد في الغوص، رحلات الغوص والصعوبات اللي كانت، ولا هي قصص سمعتيها؟ شو اللي بدون شك نحن ما عاصرناهم يعني، بس سمعنا وقرينا ودرسنا. فنوعا ما يعني أنا أول ما تخرجت جزء كبير كان البحث عن هويتي، منو أنا؟ شو يعني أنا إماراتية؟ شو يفرقني عن باقي الناس؟ فبديت أنا أبحث عن هاي المعلومات في ذاتي، في فكري، في قراءاتي، في الصور، في الكتب اللي إن كان الوالد الله يرحمه يقتنيها أو أنا. فمن هاي الأمور اللي حولي يعني قدرت أوصل للي وصلت لليوم، إن كان كتجارب فنية أو أعمال قدرت أشتغلها أو شغف استمر. جميل. ما شاء الله شغفك أنت دائما مميز،
والحلو دائما استاذه عزه انك تركزين على المبادرات المجتمعيه، وانا اشهد. نعم. انا حضرت لك كم من مره ورش تعليميه وتثقيفيه. نعم. للاطفال وللكبار. صحيح. ونشوف مع المشاهدين هذه. نعم. اللقطات، كلمينا عنها. نعم. اكثر. هاي في البرازيل كانت الصيف اللي هو تو طاف، شهر 6 تقريبا، تم دعوتي لتقديم ورشة مع الطلبة في برازيليا ومع طلاب الجامعة. حلو. فكان العمل النهائي تقدم في احتفالية الإمارات تحتفلها، يعني احتفالية دبلوماسية لمرور 50 سنة. فقلت يعني ما أجمل أني أقدر أقدم كربة الانخلة وانخلطنا الإماراتية. الله. في البرازيل. الله. فتم إهداء هذا العمل وحاليا موجود هناك في البرازيل بعد ما رسم عليه الأطفال والطلاب الجامعة، وكوننا عمل يعني يشكل جزء الإمارات وجزء من البرازيل. وأنا أشوفها يعني هي رسالة. صح. كيف في دول تستخدم الزيتون، أنا أستخدم الانخلة. ويعني كثير يعني كرمزية، صار لي يمكن حين أكثر عن 15 سنة أستخدم كربة الانخلة بالذات، لأني لقيت فيها جمال ما تعودنا نشوفه. يمكن نحن تعودنا نشوف اليريد، بس الكربة لما بديت أشتغل فيها لقيتها كأنها عين، فأسميها عين النخيل. الله. فحسيت بها هي الطريقة اللي أنا ممكن أشارك فيها الناس في البلاد وخارج البلاد لتقديم ثقافتنا خارج البلاد. أكيد أظن صار توجه مثل ما ذكرتي 15. نعم. سنة توجه أنك أنت تنشرين ثقافتنا في الخارج مثل. نعم. في البرازيل نبغى نعرف شو كانت ردود الأفعال، وبشكل عام وين مؤثرين توجهين هاي الرسالة بلمحة العين الخلا الإماراتية، شو. نعم. التفاعل وشو الأكثر شيء تحاولين توسطينه للجمهور؟ يعني أنا حطيت التفاعل. الصور على السوشيال ميديا، يعني أني أقول لك الناس طبعا الحفل كان بكل المناصب، ناس يعني من دول مختلفة موجودة حتى في البرازيل، الكل كان يبي يشارك، لأن كان في جزئية سويتها للحضور وفي جزئية اللي أنا شاركت فيها الطلاب، يعني طلاب المدرسة والجامعة. الكل كان يبي يحتفظ بالقطع معاه، يبي ياخذها للبيت، فقلت لهم خلاص أنا أعمل حسابي على حفل ثاني أجيب قطع زيادة أخليها عندهم. الكل كان في أثناء الحفل سويت التبصيم، يعني زي ستامبينج بالكربة نفسها على كانفس، وحطيت ألوان علم البرازيل وعلم الإمارات، وخليت خلفيتن يعني واحدة صفرة واحدة خضراء. فالكل يعني تشوف اللي يبي يروح يبصم بألوان علم الإمارات، اللي يبي يبصم بي مش طبعا بإيده بس بكربة الانخلة. فالتفاعل كان خطير وجميل. أتمنى لو كانت عندنا يعني الصورة بس أقعد أطالعهم ويعني أكون طايرة بالفرحة. يعني أنت دائما دائما تاركة بصمة وايد حلوة، وأنا أشهد وكل اللي أكيد يحضرون هاي الورش سعيدين جدا بوجود تشوبي، الثقافة اللي أنت ترسلينها من خلال أعمالك الفنية. كلمة أخيرة توجهين الكل اللي تابعنا، والله يعني نحن حين في موسم الفن، فأتمنى الكل أنه إي آرت حاليا اللي هو اديشنز اللي في ديزاين ديستريكت، اسبوع دبي للتصميم. نعم، اسبوع دبي للتصميم، انا مشاركه هناك في بين مجموعه من الاعمال في ليلى هيلر، هي ليميتد اديشن قطع من اعمالي لبعض المجموعات اللي هو البحث عن الهويه وجذور وميتافور، معروضه في ليلى هيلري جاليري. طبعا عن قريب بيفتتح الاديشن الاول منه اللي هو ابو ظبي بينالي، بعد مشاركه فيه، فيعني وارت ابو ظبي والحمد لله. يعني ما شاء الله الفن اصبح جزء من ثقافتنا، واتمنى نشوف الجميع في هاي المحافل الجميله اللي تعكس ثقافتنا وهويتنا من خلال ابداعاتنا. الحمد لله بلادنا صار عندنا الثقافه الكافيه والوعي الكافي بالاهتمام. نعم.
اهتمام بالفنون المختلفه. نعم. ولا ما كان مثل هالاشياء الاحداث الموجوده على الساحه؟ يعني في سباق فني محموم في الساحه. نعم. الاماراتيه صار في اقتناء وامتلاك لهذه الاعمال. يعني العصر اللي عشناه قبل 10 سنين يختلف تماما بعد كوفيد. يعني انا اقولهم في نقله نحن نعيشها اليوم. نحن نتمنى لك التوفيق اكيد اختي عزه في كل يعني خطواتك ومشاريعك الفنيه الحاليه والمستقبليه. سعدنا بشوفتك اليوم وابتسامتك الجميله اكيد ويانا في مستر دبي. وشكرا جزيلا لك ويعطيك العافيه. فخوره جدا بالرساله اللي تقدمينها من خلال الفن، وما في اجمل ولا احلى من الرساله اللي تقدم عن طريق الفن لانها رساله عالميه. راقية. شكرا لك. شكرا لك.